سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنقول لكم رمضان كريم. كنتمنى يدخل عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله وبطول العمر إن شاء الله. غادي نصوبوا اليوم واحد كيكة بالشوكولاتة والكوك رائعة للسحور والفطور إن شاء الله. غنحتاجوا في المقادير 3-4 ديال البيضات، واحد فاني، وجوج خمارات، بيبي دو شوكولا بالابيض والاسود تبقى اختياري، نصف كاس من الزيت، كاس من الحليب، جوج معالق كبار من الكوك، نصف كاس من سنيدة، عفوا كاس من سنيدة بعبر كيسان العنبة. عندنا دقيق حسب الخليط ونسكويك. نبداو على بركة الله طريقة التحضير. بسم الله، غناخد البول ندير فيه 4 البيضات، ثم غنضيف واحد فاني، وكذلك سنيدة، كاس ديال سنيدة بعبر كيسان العنبة. ونخلط جيدا. إذا نطرب أعزائي المشاهدين جيدا هذا البيض مع سنيدة والفاني، ونرجع لكم إن شاء الله. الآن أعزائي المشاهدين غنضيف السوائل، الزيت والحليب، ثم نخلط جيدا. والان غنضيف جوج معالق كبار من الكوك، وعاد نبدا نضيف شويه بشويه دقيق. بسم الله، بالنسبه للدقيق حسب الخليط حسب النوعيه ديال الدقيق. اذا المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا القوام ديال الكيكه ها هي، فما نزيدوش لها دابا الدقيق، غنضيف لها غير الشوكولات الابيض. بالنسبه للشوكولات الابيض تنكبها في المول عاد نضيف لها الشوكولات، عفوا الشوكولات الاسود تنكبها في المول عاد نضيف لها الشوكولات الاسود. والان غنضيف جوج معالق كبار من نسكويك، ثم نخلط جيدا. وبقى لي نضيف غير جوج خميرات، بسم الله، ونحرك جيدا. اذا اعزائي المشاهدين غنمشي ندهن المول بالزبده والدقيق ونرجع لكم ان شاء الله. اذا دهنت المول مزيان بالزبده، بقى لي نضيف لها غير الدقيق. ونحرك جيدا.
صافي، الان غادي نكب الخليط ديالي في المول. وسيداتي وسادتي، بقى لنا الان غير نضيفو لي بيبيت دو شوكولا. اعتذر على هاد الصداع، راه الجيران كيهضروا وكلشي تيهضر. اذا اعزائي المشاهدين، بعد ما كملتها غادي نشعل على الفران يسخن لدرجه حراره 180، نطيبها ان شاء الله ارجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه بالشوكولاته والكوك. ورجعت لكم بعد ما طبت لي الكيكه اعزائي المشاهدين، نخليها تتبرد، نديرها في الطبسيل وندهنها بالعسل باش نزينها ان شاء الله. اما بالنسبه للتزيين اعزائي المشاهدين، فكيبقى اختياري. انا غندهنها دابا كما قلت لكم بالعسل، غنبدا كنزينها بالقليل من الكوك وكذلك الفيرميسيل ديال الشوكولاط والملونه، فيرميسيل ملونه وفيرميسيل الشوكولاط. كما ناخد الشوكولات والمثال ديال الشوكولات، تبقى اختياري اي طريقة بغيتو تسوقو بها على حسب الرغبة. اذا نكمل اعزائي المشاهدين التزيين ونرجع لكم ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام، بعد ما كملت زين ديال الكيكه الفطور السحور، كتكون لذيذه بزاف بالكوك وكذلك بالشوكولات. كنتمنى تعجبكم وخليو لنا التعليقات ديالكم وجربوها كذلك. ما تنساوش الاشتراك وبارطاجيو مع الاصدقاء وكذلك فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.